بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم مهندس أشرف رمضان. النهاردة هنكمل كورس التيار الخفيف اللو كارنت كورس. هتكلم في موضوع مهم جدا يا شباب، عايز الناس تركز فيه جدا، موضوع بيهم كل الناس، مش المهندسين أو الفنيين فقط ولكن يهم كل الناس، ألا وهو نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة. ناس كتيرة بتسمع كلمة CCTV، أربع حروف اختصارة لـ Closed Circuit Television System، Closed Circuit Television System. النهاردة هبدأ أتكلم عن الحساس الخاص بالكاميرا بالتفصيل. تعالوا نبدأ نشوف نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة الكلوزد سيركت تلفزيون سيستم ايه هي انواعه. يبقى هنتكلم عن انواع انظمة المراقبة، انواع انظمة المراقبة. اولا كان في النظام القديم اللي هو الانالوج سيستم او الانالوج CCTV سيستم، وده كان بيتكون من مجموعة من المكونات الرئيسية اللي هي رقم واحد كاميرات المراقبة زي ما احنا شايفين، دي كاميرات مراقبة انالوج، كاميرات مراقبة انالوج، تمام. ده الكاميرات القديمة. كان الكاميرات دي بتتجمع يا شباب، بناخد من الكاميرا كابل ونروح على جهاز اسمه المالتيبليكسر اللي هو المجمع. يبقى بنروح من الكاميرا بكابل على جهاز المالتيبليكسر او المجمع، وكان بيبقى فيه مقسم شاشة اللي بنسميه الكواد. طبعا ده بيدخل على جهاز للتسجيل بنسميه انالوج VCR. لو انتوا بصيتوا تحت ادي كل الاختصارات عندي، في عندي VCR فيديو كاسيت ريكوردر، يبقى الجهاز ده اسمه فيديو كاسيت ريكوردر. هناخد محاضرة كاملة عن انواع اجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة بالتفصيل. هناخد النظام القديم اللي هو الانالوج VCR أو الفيديو كاسيت ريكوردر. ادي في عندي الانالوج VCR زي ما احنا شايفينه هنا، وكانت الكاميرات بتدخل على مالتيبليكسر، وفي انالوج مونيتور أو شاشات انالوج كنا بنعرض عليها، وبالتالي رحنا لأجهزة العرض. يبقى رقم واحد ده النظام القديم. أولا الانالوج CCTV سيستم كان بيتكون يا شباب من مجموعة من كاميرات المراقبة الانالوج، تمام، وبتتجمع الكاميرات دي من خلال كابلات على مالتيبليكسر، واللي بيتحكم في الموضوع ده جهاز تسجيل اللي هو الانالوج VCR. وقلنا يا شباب VCR معناها فيديو كاسيت ريكوردر، وكنا بنشوف النتيجة على اجهزة عرض من خلال الشاشات النوع القديم اللي احنا بنسميه الانالوج مونيتور. طيب ايه النظام الثاني، النظام الاحدث اللي احنا بنسميه ديجيتال CCTV سيستم. ده نظام احدث من النظام القديم، بنستخدم فيه كاميرات من النوع الديجيتال او النوع القديم اللي هو الانالوج، وبندخل الكاميرات دي بكابلات على جهاز بنسميه ديجيتال فيديو ريكوردر او بنسميه DVR. يبقى احنا لازم نحفظ المصطلحات، DVR معناها ديجيتال فيديو ريكوردر، DVR ديجيتال فيديو ريكوردر، او بندخلها على النظام الشبكي اللي هو NVR نتورك فيديو ريكوردر. NVR معناها نتورك فيديو ريكوردر، او بنستخدم النظام المختلط او الميكس بين الانالوج والديجيتال اللي هو الهايبريد فيديو ريكوردر، او بنسميه HVR. يبقى HVR هايبريد فيديو ريكوردر. يبقى انا في عندي كاميرات مراقبة بدخلها سي على الديجيتال فيديو ريكوردر، تمام، والمونيتور اهي شايفينها فوق، وده كله بيدخل على سويتش من خلال اللان او الوان لوكال اريا نتورك او وايد اريا نتورك. تعالوا نبدأ ندخل جوه الكاميرا نفسها ونشوف ايه مواصفات الكاميرات. خلي بالك حتة مهمة جدا لجميع مهندسين المقاولات والاستشارات والسبلاير، لازم يفهم السبيكس الخاصة بالكاميرا، لاني انا اقدر اجيب كاميرا
سي مثلا ب 300 جنيه، تمام، واقدر اجيب كاميرا ب 100,000 جنيه. وبالتالي انا لازم افرق بين الكاميرات من حيث السبيكس او المواصفات. يبقى انا كمهندس لازم اقرا التكنيكال سبيكس الخاصه بالكاميرا كويس جدا. وزي ما احنا عارفين في مجال المقاولات والاستشارات، انا في عندي 3 حاجات مهمه جدا في اي مشروع. رقم واحد الدروينج او الرسومات، تمام، بيبقى محطوط عليها اماكن الكاميرات على البلانات متوزعه ازاي، الكاميرات الداخليه والكاميرات الخارجيه. رقم 2 جداول الكميات البي او كيو البيل اوف كوانتيتي. رقم 3 التكنيكال سبيكس المواصفات الفنيه. يبقى انا هروح للمواصفات الفنيه الخاصه بنظام السي سي تي في وابدا اقرا المواصفات. لما اجي ابدا اقرا المواصفات، اول حاجه لازم نعرفها كل الناس تبقى عارفاها في حاله الكاميرات، الحساس. يبقى اول حاجه بسال عنها يا شباب في اي كاميرا، نوع الحساس ايه؟ كلام مهم جدا بيفيد كل الناس. الحساس الخاص بالصورة ده بنسميه الامج سنسور. يبقى انت رقم واحد هنعمل سلسلة كاملة على كاميرات المراقبة، رقم واحد تبص عليها كمهندس فاهم كويس الامج سنسور، اللي هو العنصر المسؤول عن تحويل الاشارة الضوئية اللي بتخرج من المشهد او من الجسم اللي انا بعمل له التقاط للصورة الى اشارة كهربية. يبقى الامج سنسور يا شباب او حساس الصورة ده مسؤول عن ايه او تعريفه ايه؟ هو حساس بيحول الإشارة الضوئية المنعكسة من الجسم إلى إشارة كهربية، والإشارة دي بتعالج داخليا داخل الكاميرا قبل ما أرسلها لأجهزة التسجيل اللي هي الـ NVR أو الـ DVR وأجهزة العرض. طب إيه أشهر أنواع الحساسات اللي موجودة في مجال حساسات الكاميرات؟ أول نوع من الحساسات اللي هو حساس CCD. ناس تقول لي يعني ايه سي سي دي؟ 3 حروف اختصار ل3 كلمات، تشارجد كابلد ديفايس. يبقى انا سي سي دي الحساس السي سي دي معناه تشارجد كابلد ديفايس، تشارجد كابلد ديفايس. يبقى انا باخد اول حرف اللي هو سي، ثاني حرف اللي هو سي، ثالث حرف الدي، تشارجد كابلد ديفايس. ده عباره عن مجموعه من الدوائر المتكامله اللي هي اللي احنا هنسميها الانتجريتد سيركت او الاي سيز، بتبقى عباره عن حساسات ضوئيه بتتوزع يا شباب على شكل مصفوفة على شكل مستطيل، بحيث كل حساس بيحس لجزء محدد من مين؟ من الصورة، وبيحول الإشارة اللي هو حسها دي الإشارة الضوئية إلى ما يناسبها من إشارة كهربية. يبقى هو بيولد إشارة متناسبة مع الصورة وبتتعالج بعدين. طبعا الحساسات اللي هي السي سي دي بتمتاز بالدقه العاليه او الحساسيه الضوئيه العاليه، تمام، وده بيأثر على جوده الصوره، بتبقى الجوده في السي سي دي عاليه جدا. ولكن طبعا انت عارف الحاجه العاليه فسعرها غالي، فبيبقى السعر بتاعها مختلف شويه او غالي شويه، وبتحتاج كمان كتكنيكالي الى عمليات معقده في التصنيع، تمام، وبالتالي هيبقى تركيب الكاميرا يعني مور كومبلكس شويه، وبالتالي بتستهلك طاقه كهربيه مرتفعه شويه. ولكن هي الحساسيه الضوئيه الخاصه بحساسات السي سي دي عاليه واعلى من حساس السيموس. يبقى الحساس الثاني اللي هو حساسات السيموس. يبقى اول حساس سي سي دي، الحساس الثاني حساس السيموس يا شباب، حساس السيموس. طبعا حساس السيموس، تمام، ده ارخص شويه وبيكون، تمام، الدقه بتاعته اقل شويه، بس سعره طبعا هيبقى مناسب لمعظم الناس. طيب مشكله السي سي دي ان لو حصل اضاءه شديده وتعرض مباشر للضوء بيتشكل خطوط فوق وتحت الصوره، اعلى واسفل الشكل، وده بيأثر على الصوره بشكل سلبي. ده شكل لحساس السي سي دي، تلت 1/3 انش. طبعا هنا بيوضح لي الطول 4.8 ملم و6.3 ملم العرض، والمربعات اللي احنا شايفينها دي التقاطعات دي اللي هي بتمثل البكسل اللي بتدل على الريزوليوشن. كل ما يكون عدد البكسلز في الصورة اعلى، الريزوليوشن اللي هي دقة الصورة بتكون اعلى. وبنقيس الكلام ده بوحدة التي في LTVL اللي هي TV line، خطوط التي في، لو من 320 ل 330 بتبقى low resolution،
من 470 ل 480 بتبقى نورمال ريزوليوشن، من 520 ل 540 هاي ريزوليوشن. يبقى الحساس الاولاني الاكثر دقه اللي هو حساس السي سي دي، بس ده اغلى. الحساس الثاني ده مهم جدا، منتشر جدا في الكاميرات، اللي هو حساس السيموس. طب سيموس اختصارا ايه للشباب؟ كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. ده نوع من انواع الاي سيز او الدوائر المتكامله، تمام، اللي بتبقى موجوده مثلا في اجهزه البي سي البيرسونال كمبيوتر، في الحواسب الشخصيه. والحساس ده طبعا سعره ارخص، بس طرأ عليه شويه تحسينات بحيث تمام نقدر نخليه يبقى الكفاءه بتاعته قريبه من حساس السي سي دي. لكن هو القدره بتاعته على تحويل الاشاره اللي بتنزل عليه الاشاره كهربيه بتبقى اقل، وهو طبعا ارخص، بس بيمتاز بحجمه الصغير، وبالتالي احنا بنبدأ نستخدمه في الكاميرات. هنا اهو حساس السي سي دي وحساس السيموس، تمام، وده شكل الاي سي او الانتجريتد سيركت اللي بيبقى موجود عليها الحساس. في الحساس الثالث يا شباب اللي هو حساسات الدقة العالية او بيسموها الميجا بيكسل سنسور. يبقى احنا خدنا حساس السي سي دي، حساس السيموس، بعد كده الميجا بيكسل سنسور. حساسات الدقة العالية بستخدم فيها تقنيات طبعا السيموس والسي سي دي، ولكن العمليات دي بتتم بدقة عالية، تمام، وتمتاز بحجمها الصغير، تمام، لعنصر الصورة، يعني البيكسل هتقل وبالتالي عدد البيكسلز هيزيد وبالتالي الريزوليوشن او الدقة هتزيد، تمام، مقارنة طبعا بالحساسات اللي كانت بتستخدم في الفيجا اللي هي فيديو جرافيك الري. ولكن من مساوئ الحساسات اللي هي الدقة العالية حساسيتها بتبقى ضعيفة للضوء مقارنة بالأنواع السابقة. يبقى أنا دلوقتي لو سألت أي باشمهندس لازم تروح في سبيكس الخاص بالكاميرات وتشوف نوع الحساس، يا إما سي سي دي، يا إما سيموس، يا إما ميجا بيكسل سنسور. ميجا بيكسل سنسور. طيب هنبدأ نتكلم، احنا بنتكلم عن الحساس، فهنتكلم عن قطر الحساس المستخدم في الكاميرا الديامتر. طبعا من المزايا الهامة في كاميرات المراقبة اللي هو قطر شريحة الحساس المستخدم في الكاميرا، القطر الخاص بالحساس، تمام. كلما كان هذا القطر اكبر كلما كان حجم الصورة المستقبلة على الحساس اكبر. يبقى كل ما يكون القطر اكبر يبقى حجم الصورة اكبر. الاقطار المنتشرة عندي بستخدمها اللي هي ربع انش، ربع بوصة، وتلت انش، ونص انش، واثنين على ثلاثة. طبعا هنا بنشوف ان الوحدة المستخدمة هي الانش اللي هي البوصة، وفي اقطار موجودة بس ما بتبقاش متداولة كتير اللي هي 4 على 3 و1 و1 الى 1.8 و1 ل 2.5 و1 على 36. الاقطار المنتشرة اللي هي الربع والتلت والنص والاثنين على الثلاثة. طبعا هنا واحد انش، واحد انش ده اللي هو الحساس الكبير اللي بره. لو انا دخلت جوه 2 على 3 انش اللي هو الحساس الفريم الثاني ده، تمام، بعد كده نص انش اللي هو الفريم الثالث، بعد كده عندي تلت انش سي سي دي اللي هو الفريم اللي جوه خالص. يبقى حسب المساحة اللي هتسقط على الكاميرا بيحددها قطر الحساس، تمام. في جدول بيوضح اهم مواصفات القياسية للحساسات. هنا بيديني قطر الحساس اللي هو احنا قلنا عليه بالانش، الحاجات اللي احنا شغالة معانا ربع واثنين على ثلاثة ونص وتلت انش، دي اكتر الحاجات المستخدمة. طبعا هنا بيديني نسبة العرض اللي هو الافقي ده الى الارتفاع اللي احنا هنسميها شوية كده الاسبكت ريشيو اللي هي 4 الى 3، تمام. والقطر الخاص بالحساس بيكون كام، وعرض الحساس كام، وارتفاع الحساس بيكون كام. يبقى انا في عندي العرض والارتفاع وقطر الحساس، ده كله بيبقى مواصفات الحساسات بالانش. وان شاء الله اشوفكم في محاضرات قادمة. وقبل ما اقفل الفيديو هراجع اللي احنا قلناه عن الكلوزد سيركت تلفزيون سيستم السي سي تي في. اتكلمت النهاردة في الفيديو ده عن حساس الكاميرا،
بالتفصيل وقلت اولا انواع الانظمه، كان في النظام الانالوج القديم وفي النظام الديجيتال الجديد، خدنا اختصارات حفظناها مع بعض، الفيديو كاسيت ريكوردر في سي ار والديجيتال فيديو ريكوردر دي في ار والنتورك فيديو ريكوردر ان في ار والهايبريد فيديو ريكوردر اتش في ار، وخدنا انواع الحساسات هنبدا نذاكرهم مع بعض، في عندي الحساس السي سي دي وعندي حساس السيموس وعندي حساس الميجا بيكسل سنسور، وقلنا اللي بيفرق معاك في الحساسات قطر الحساس المستخدم في الكاميرا، وقلنا في اقطار مستخدمه كتير جدا في الشغل زي ربع انش وتلت انش ونص انش واتنين على تلاتة، وخدنا جدول بيوضح ارتفاعات وعرض القطر الخاص بالحساس. وبالتالي نبقى خلصنا المحاضرة الأولى من سلسلة حلقات الـ CCTV، وألقاكم على خير في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.